قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غفا، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، بعد 12 يوما سيحل علينا شهر رمضان المبارك، فيجب علينا أن نستقبله بما يليق به. هذا الشهر المبارك نعمة من الله، ويجب الاستعداد له بما يليق به ويحسن، فلا يليق ولا يحسن استقبال رمضان بالمعاصي، ولا يليق بنا أن نستقبل شهر رمضان بالنزاعات والاختلافات وبالمسلسلات والخطايا، فهذه فرصة عظيمة. فهل نحن مستعدون لاستقبال هذا الشهر المبارك؟ بس برودس انزيسترس، اوفر اونغفير 12 داخل زال ده ماند رمضان آن بريك ان شاء الله تعالى. ات اس اونز بليخت om deze mooie maand, de gezegende maand, op de beste wijze te verwelkomen. Het past niet, het kan niet, dat wij deze maand met ruzies verwelkomen, met de zonde verwelkomen, met fouten verwelkomen. Verwelkomen met roddels en leugens. Verwelkomen met alles wat in tegenstrijd is met de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn wij klaar om de maand Ramadan te verwelkomen?
hebben wij onszelf voorbereid. Inna Ramadan mawsimun min mawasimil khayrat. Wa zamanun linuzuli al-barakat. Fafihi tuhtanamu s-salihat. ويستكثر فيه العبد المؤمن من الحسنات ويتعاطى أسباب محو السيئات. إخوتي في الله، هذا الشهر هذا واش حنا مستعدين له؟ سؤالنا واش عرفنا رمضان قريب؟ عرفنا أن اليوم تقريبا 18 هذا بقي 12 يوم تقريبا غادي تكون شهر رمضان. واش حنا عايشين مع رمضان ولا لا؟ عايشين مع هذا الضيف الكريم اللي غادي يجي، اللي غادي يجيب لنا الخيرات والحسنات والمغفرة والبركات. واش حنا مشغولين بهذا الشهر ولا لا؟ هذا الخير اللي جاي اللي ما عرفناش واش غادي نعيشو حتى نوصلوه ولا لا. إنما الأعمال بالنيات. رمضان is the month van het goede. The month waarin de zegeningen neerdalen. The month waarin je je kans moet grijpen om het goede te verrichten. En om afstand te nemen van het verwerpelijke. De maand Ramadan, dat is de maand waarin Allah subhanahu wa ta'ala de deuren van het paradijs voor jou opent en de poorten van de hel dicht doet, speciaal voor jou. Ben jij hiervan bewust? Weet je dat binnenkort de maand Ramadan gaat aanbreken? Ben je daarmee bezig? Of ben je met iets anders bezig? Weet je dat het vandaag 18 Sha'ban is? En Sha'ban, dat is de 8e maand van de islamitische kalender. En dat daarna de maand Ramadan komt? Bereid je voor. Want dit is je kans. إن شهر رمضان فرصة سانحة لعلاج الآفات. فرصة، هذه هي الفرصة باش نعالجوا الأمراض ديالنا. الأمراض ديال 11 شهر نقدروا نعالجوها. فرصة أيها الإخوة في الله، إنه الشهر الذي يمنعنا ويساعدنا على الابتعاد عن المعاصي والشهوات والملذات. وفي هذا الشهر تصفق الشياطين. ربي سبحانه وتعالى كيسهل علينا، كيحل لنا الابواب ديال الجنه وكيسد الابواب ديال النيران، وكيسلسل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر. هادشي كل شيء باش تكون الأجواء سهلة لنا باش نعبدوه سبحانه وتعالى. فهل أنت مستعد لاستقبال هذا الشهر المبارك؟ بس برودس أنزستس دماغ رمضان is een hele mooie kans, is jouw kans om afstand te nemen van slechte gewoontes, om afstand te nemen van al die fouten, om berouw te tonen, om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala, om afstand te nemen van al die lusten die jou bezighouden, om jouw Heer te aanbidden
Al die afleidingen. Dit is jouw kans. Vraag Allah dat jij echt deze kans mag krijgen. Ben je daarmee bezig? Weet je of jij nog tot de maand Ramadan blijft leven of niet? Ben je hiervan bewust? Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou te helpen. Ikhwati fillah. Hadhihi fursa. Faya thalika as-salah. Tub ila Allah. Hadhihi fursatuka likay tarja ila Allah. Hadhihi al-fursa diyalki ya thalika as-salah. Ya man yatruku as-salah. الفرصة ديالك يا هادي باش تصالح مع الله سبحانه وتعالى. فرصة لعاق الوالدين. هادي هي الفرصة ديالك باش تحسن العلاقة ديالك مع الوالدين ديالك. ونحبهم باقين على قيد الحياة. هذه الفرصة. يا من يمشي بين الناس بالمدينة. هذه فرصته لكي ينمم بين الناس ويشتت الجماعات. هذه الفرصة ديالك باش تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله. يا من يزني لكي يقترف الزنا. هذه الفرصة ديالك باش تبتعد عن الزنا. توب إلى الله. شهر رمضان جاي. يا من يشرب الدخان. الناس اللي كيتمنوا الله يعافيهم. هذه الفرصة ديالك باش تبعد على هذاك البلاء اللي كيخرب لك الصحة ديالك والمال ديالك والولاد ديالك والأصدقاء ديالك. هذه الفرصة. يا من يختلف المعاصي بالليل والنهار. هذه الفرصة. الآن توب إلى الله واعزم وقل يا الله توبت إليك ورجعت إليك. يا ربي ساعدني أريد أن أتقرب إليك. يا ربي اقبلني عندك. يا ربي اجعلني من الصائمين القائمين التائبين. توب الله سبحانه وتعالى وتصالح مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة لا ندري متى الأجل. شحال واحد داير البلانات وما دارش في الراس ديالو أنه يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويصوم رمضان وفات رمضان لهيه وكيبلاني المعاصي بعد رمضان. كيفاش غادي تلقى الله سبحانه وتعالى؟ والله عطاك هذه الفرصة، فرصة عظيمة أيها الإخوة في الله. Beste broeders en zusters, dit is een mooie kans om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is jouw kans. O jij die het gebed verwaarloost, dit is jouw kans om het gebed te verrichten. Dit is een mooie kans om het goed te maken met jouw Heer, om het goed te maken met jouw Schepper. Hoe kan jij contact met jouw Heer verbreken? Als je niet bidt, dan heb je het contact met jouw Heer verbroken. En dat kan niet, dit is jouw kans. Keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. O jij die zina pleegt, ontucht pleegt. Dit is jouw kans om afstand te nemen van die viezigheid. Om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Om berouw te tonen. Dit is jouw kans. O jij die roddelt. Dit is jouw kans. Om daarmee te stoppen. Om afstand te nemen van roddels. Roddels. Die ervoor zorgen dat families uit elkaar gaan. Dat de hele umma uit elkaar gaat. Dit is jouw kans. Om afstand te nemen van al die roddels. O jij die loopt.
Dit is jouw kans om afstand te nemen van het roken. Dit is een hele mooie kans om jouw leven te besparen, om jouw geld te besparen, om jouw gezin te besparen, om jouw vrienden te besparen, om afstand te nemen van het roken. Dit is jouw kans. Maak daar gebruik van. O jij die zijn ouders ongehoorzaamt, die niet goed omgaat met zijn ouders. Dit is jouw kans om jouw familieband te herstellen. Dit is jouw kans om het goed te maken met je vader en je moeder. Zolang ze leven. Want als ze weggaan, dan komen ze nooit meer terug. Je kunt niet tegen iemand anders zeggen, vader of moeder. Dat kun je maar één keer zeggen. Eén keer in je leven. Twee keer bestaat niet. Dit is jouw kans om het goed te maken. Grijp deze kans. O jij die dag en nacht zonde spreekt, fouten maakt. Dit is jouw kans om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want jij weet niet wanneer jouw tijd zal aanbreken. Wanneer het einde zal naderen, dat weet je niet. Grijp deze kans en keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في رضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن شهر رمضان شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أمرنا الله تعالى بصيامه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يقول لنا وأن تصوموا خير لكم لأنه هو الذي خلقنا هو اللي كيعلم الخير فين كاين لينا. لهذا قال وأن تصوموا خير لكم. فالصيام في خير الدنيا والآخرة. الصيام يقربك من ربك. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الصيام فيه فوائد روحية. الروح ديالك تنقى من المعاصي وفيه كذلك فوائد صحية. بعد رمضان كتشوف تغيير في الصحة ديالك. اش كيدير بك الصيام؟ هذا إذا صمت بالطريقة الصحيحة. فالصيام نعمة من الله. رمضان نعمة من الله فلنغتنم هذه النعمة. إخوتي في الله، شهر رمضان شهر القرآن وشهر الصبر. شهر رمضان شهر الفقراء. شهر رمضان شهر التقوى كما قال تعالى لعلكم تتقون. والتقوى كما فسرها علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى. فاستعد لهذا الشهر
باش تحصل على تقوى الله سبحانه وتعالى. واستعد لهذا الشهر باش تكون من المتقين ومع المتقين. هذه فوائد الصيام، تقوى الله. اسأل نفسك شحال من رمضان صمتيه، هل حصلت على التقوى؟ كيف كان رمضان اللي مضى؟ وهل أنت مستعد باش هذا الشهر المبارك المقبل يكون أحسن من السنة الماضية؟ العبادة ديالك تكون أقوى، تلاوتك للقرآن تكون أكثر، ذكرك لله يكون أكثر. فهل أنت مستعد؟ واش درتي هذا البرنامج في الحياة ديالك؟ قد نشر أيها الإخوة، كنا كنقولوا باقي 7 شهور، الآن كنقولوا قد نشر، وبعد قليل غادي يكون غدا رمضان، ثم غادي يدخل رمضان ويفوت رمضان. ماذا فعلت في حياتك؟ لأن عندنا 3 أيام، يوم مضى مشى، تكتبت الأعمال ديالك، ويوم أنت فيه فاغتنمه، وكيبقى اليوم ديال الغد، واش غادي تدركو ولا ما غاديش؟ فإخوتي في الله، نجتهد في هذا الشهر المبارك. ثم إخوتي في الله، هذا الشهر المبارك خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه، لا من الناحية الروحية ولا من الناحية الصحية. هناك بعض الناس يعانون من أمراض في شهر رمضان، يقول لك شوف أنا راه كنمرض في رمضان، إذا راه رمضان ما يصلحش ليا، خاصك تعلم كيفاش تصوم. ولا بأس أن تسأل العلماء، الناس اللي عندهم خبرة في الصحة، كل واحد إلا في الميدان ديالو، إلا مريض سول الطبيب. فهذا واجب باش يكون الصيام ديالك صحيح. ربما أنت لا تستطيع الصيام، وربما تظن أنك لا تستطيع وأنت كتستطع باش تصوم. فلهذا ربي سبحانه وتعالى جعل أناس اللي غادي يفهمونا هذه الأمور. فبهذه المناسبة يوم الأحد إن شاء الله تعالى 6 مايو بعد صلاة الظهر غادي يكون لقاء حول هذا الموضوع هنا في المسجد. رمضان، الصيام والصحة، هذا أمر مهم جدا. شحال ديال الناس كيمرضوا راسهم في شهر رمضان لأن ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع الأكل ومع الشرب، لأنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللقاء مهم أيها الإخوة في الله، مهم لك أيها المسلم باش تعرف كيفاش التعامل مع الصيام وتبقى بإذن الله في صحة جيدة. بس برودرز اند سيسترز، the month of Ramadan is the month that in the Quran of open barfers. This holy month is the month that in the first word. It is the month from geduld, the month from the armor, the month from godsvrees, the month from vroomheid. What is this month, the month Ramadan? Laat ons deze kans krijgen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen ons, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat maar weten. Het vasten is goed voor ons, maar we moeten het wel op de juiste wijze doen. Het vasten moet jou dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengen. Het vasten moet ervoor zorgen dat je gezond blijft, als je op de juiste manier vast. Daarom is er aanstaande zondag een bijeenkomst hier in de moskee. En het gaat over gezondheid en het vasten, wat heel erg belangrijk voor ons is. En vooral in deze maand, je wilt de ibadah verrichten, je wilt gezond blijven, leer ook hoe je met het vasten moet omgaan en hoe je het op de beste wijze moet doen. Dat kan alleen maar als je de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam volgt. En als je specialisten vraagt die daar
kennis over hebben. Dat is jouw plicht als moslim om gezond te blijven. Ik word je verleid. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يدرك شهر نسأل الله تعالى أن يوفقنا للطاعات وأن يوفقنا للتوبة النصوح يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الليل والدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ لنا من جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نفس هم المحرومين وفرج كرب المكروبين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وفق الله سبحانه وتعالى كنت مبارك ستيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت.